معنا من واشنطن مراسلتنا أمينة سريري. أمينة، إذن لقاحان جاهزان للاستعمال في الولايات المتحدة، كيف أثر ذلك على الاقتصاد، على الرأي العام الأمريكي أيضا؟ نعم فضيلة، الأمال فعلا بدأت ترتفع هنا في الولايات المتحدة الأمريكية بإيقاف عجلة فيروس كورونا، خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية تسجل أعلى معدلات في الإصابة وفي الوفيات، وأيضا التحذيرات مستمرة خاصة مع اقتراب موسم الأعياد بحلول هذا الأسبوع والأسبوع أيضا المقبل. توفر لقاحين، خاصة لقاح موديرنا السهل التخزين، لا يتطلب درجة حرارة متدنية كما هو الحال بالنسبة لفايزر. أيضا العقود التي وقعتها الحكومة الأمريكية مع شركة موديرنا، تم توقيع عقد للحصول على 100 مليون جرعة، نفس الأمر بالنسبة لفايزر، لكن أيضا هناك 100 مليون جرعة أخرى. وتبدو شركة موديرنا مرنة أكثر في التعامل مع الحكومة الأمريكية عكس شركة فايزر التي قالت بأن أي جرعات زائدة ستتطلب عقودا أخرى جديدة، وقد لا تتمكن من الإيفاء بأي متطلبات جديدة للسوق الأمريكي في ظل بيعها لجرعات من لقاحها لعدد من الدول. وقد استمعنا قبل قليل فضيلة إلى أن أيضا الاتحاد الأوروبي اعتمد هذا اللقاح، بالتالي الطلبات متزايدة عليه. طبعا تم البدء في اليوم في إعطاء أول جرعات من لقاح موديرنا، لكن تم قبل ذلك بأيام منذ يوم السبت بتوزيع ونقل شحنات هذا اللقاح لأكثر من 64 منطقة في مختلف الولايات الأمريكية. لكن هناك مخاوف أيضا من أن يكون أو تطغى المشاكل التي حصلت أثناء توزيع لقاح فايزر على لقاح موديرنا، رغم أن عددا من المسؤولين سواء في فريق الطبي المكلف بتطوير لقاح فايزر أو أيضا وزير الصحة، هناك تطمينات بأنه سيتم تجاوز كل المشكلات والعراقيل التي حصلت أثناء توزيع لقاح فايزر، رغم أيضا أن الأنباء التي طغت في الآونة الأخيرة إتلاف شركة موديرنا لأكثر من 400 ألف جرعة قبل بدء توزيعها، ومدى تأثير ذلك على سير عملية التوزيع فضيلة. شكرا لك يا أمينة سريري من واشنطن.